سلام الخوت، كل عاركم عارفين القويدات، وقبلهم سيبورتي الفيديو باللايكات. حاجة اخرى الخوت، غنحط لكم لتحت في الديسكريبسيون ليان ديال الشين التانية ديالي اللي غنبقى نلوح فيها نوطات. هاد النوطات هادو الا ما فادوك ما يضروك، بغيتكم كاملين تدخلوا لها اخوتي، وراها لمصلحتكم ماشي لمصلحتي، حيت النوطات اللي غنحط فيها قدر يعاونوك بزاف ويوريوك الصح من الغلط. فهذا ما كان على شرام، ليان راه غتلقاو لتحت في الديسكريبسيون، دخلوا لها كاملين باش نبدا نحط فيها دوك النوطات. ودابا طبقوا القواعدات اللي راكم عارفين، كوانو الكيت والظلام، ما تنساوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وديوازينا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما غنبقاو نحييهم من هاد الكوان. تحياتي ليكم الرجال. هذا ما كان العشران، نبداو. قصتي غنبدا لكم ديريكت، انا والوالد مبليين بشي حاجه سميتها الصيد. الناس اللي كيكونوا كيمارسوا هاد الهوايه هادي غادي يكونوا حاسين بشنو كنقول. الصيد كيحتاج الصبر بزاف، ولكن فيه واحد المتعه مالها مثيل. عرفتي ملي كتحس بالصناره تجبدات وكتبقى تابع ديك الحوته وكتجبد فيها، واحد الاحساس بالنجاح، خصوصا ملي كتطلع ديك الحوته وكتشدها هكا بين يديك، كتحس بالنجاح. والله القاسم واحد الاحساس ما غيحسوا به غير خوتي الصياده. الناس اللي كيصيدوا راه عارفين باللي الصيد ماشي غير صياد ديال الحوت، الصيد ماشي غير تطلع ديك الحوته وتشويها ولا تاكلها ولا تبيعها، راه المتعه الحقيقيه هي ديك الرحله. بعدا كتبدا من الرحله وانت غادي تجمع البارطاج ديالك، ديك البياتة اللي غادي تبات فوق الصخر، الطويجين اللي كديرو انت والصياد اصحابك. داكشي علاش غندوي لكم على هاد الرحله ديالي، الخرجه ديالي هاد المره اللي كانت سبيسيال. انا جايكم في الكلام وغتفهموا كلشي بالريط اخوتي. انا كنت متعود انني نخرج ديما للرحله ديال الصيد مع الدراري صحابي، الدراري صحابي وكيكون معنا حتى الوالد. كنا ديما كنخرجوا نصيدو يا في بحيره يا في بحر، ما تسمعوش ديما وتقولوا راه يوميا الخوت، هاد ديما كنقصد بها اسبوعيا او لا نصف شهريا وبعض المرات شهريا. صراحه انا كنت كنتمتع بزاف في الصيد في البحر، البحيره كنت كندير غير الخاطر لواحد جوج دراري كانوا كيبغيو يمشيو هما ليها. كيف ديما وصلت الجمعه والد قال لي اجمع البارطاج باش نمشيو نصيدو. هاد المره بغا يدي مع واحد صاحبه حتى هو البلاصه. هاد المره علاش غيدينا الوالد؟ كان بروبوزها عليه صاحبه، وهاد البلاصه هادي ديجا سامع بها انا. هاديك المنطقه الناس ديالها في شكال ما كيجيوش الا في الشتاء، غالبا كتلقى الديور تما خاويين ومهجورين. هاد البلاصه هادي كانت جات على الطريق. هاد الخرجه هادي قررنا اننا نخرجوها مع الزوج ديال الليل، غنخرجوا انا والوالد وصاحبو واحد صاحبي. الخرجه اللي خرجنا بالليل باش يلاه نوصلوا تما مع ديك الصبحيه كيكون فيها الصيد مزيان، وهادي الفكره ديال صاحب الوالد. هو اللي قال لنا بلي راه داك القنت كيكون عامر حوت في الصباح، خصنا نديماريو بالليل باش نوصلو حنا الاولين. ولكن الغريب في الموضوع الخوت هو اننا ملي وصلنا ما كاين حتى حد من غيرنا. تقريبا وصلنا مع ديك 3:30 ديال الصباح، نورمالمون كيف ما قال صاحب الوالد الا كان الحوت كيكون في الصبحيه فراه نورمالمون خصك تلقى بعدا بنادم هنايا. ملي كنا في الطريق صاحبي سول صاحب الوالد قال له قول لي يا عمي فين غادي نجلسو، واش غنتكوا انا وغي حدا الطوموبيل ياك؟ رد عليه صاحب الوالد وقال له غنريحو في واحد الفيلا تما راها محلوله، هذيك الفيلا راه ديما كتكون خاويه، هي واحد الفيلا مازال ما كملاتش في البني، داكشي علاش محلوله ما كتسدش. راه ماشي غير هي اللي كاينه، كاينين بزاف ديال الفيلات بحالها، غندخلو لشي وحده منهم ونتكوا انا وفيها. الصراحه هذا الكلام اللي قال هذا صاحب الوالد ما دخلش ليا لراسي، كيفاش غندخلو للدار ديال الناس وخا هي محلوله؟ ما تقبلهاش لي الغلوغي. الموضوع جاني غريب واحد شويه، ولكن ما تسوقت قلت هو راه عارف شنو كيدير.
وملي وصلنا ضربت على ديك الفيلا اللي قال لينا واللي كانت انفاس مع ديك البحيره لاش مشينا. بلاصينا الطوموبيل كان واحد الجو زوين في هاد الصبحيه، واخا كنت عارف بلي غير غادي تطلع الشمس غادي تطنطنا. بلاصينا الطوموبيل ورا ديك الفيلا في واحد البلاصه كدور عليها الشمس يعني كيكون فيها الظل، ونزلنا ونزلنا البارطاج ديالنا ودخلنا لديك الفيلا بحال الا حنا مالين الدار. الفيلا كانت حالتها حاله، تراكم عارفين اخوتي الحاجه اللي ما كتسدش راه هكا كتكون. راه قالك واحد المثال سد تلقى ما تحل، الفيلا مسكينه ولات حالتها حاله، واقيلا اللي جا كيدخل ليها. هاد الفيلا هادي كان مازال ما دخل ليها الماء. فعلا كان هذا مشكل بالنسبه لينا، ولكن ماشي مشكل غادي نصبروا. اللي لاحظت في الوالد هو انه ما كانش مرتاح في هاد الدخله اللي دخلنا، كان مضيرونجي وغير حشمان من صاحبه يقول له يلا نخرج. كان كيقول لنا يلا نمشيو نصيدو غير باش يخرج من هاد الكوان، واخا كان الوقت مازال بكري على الصيد. والد ملي شافنا ما تسوقناش ليه كنقولوا له بلاتي راه باقي الوقت غادي يكع، غيطلع واحد الطلعه في شكال. عمرني شفت الوالد طلع كاطر ايام بحال هكا. والد شحال من مره خرج معاه للصيد ما عمرو كان كاعي. كانوا كيقعوا لينا بزاف ديال البلانات اللي كيعيو بنادم، ولكن هو كيبقى كالم. زيد عليها حتى ملي كنا جايين في الطريق كامله هو ساكت، وهادي حاجه ما مولفاش انا في الوالد، خصوصا في رحله ديال الصيد. حيت انا عارفو كيكون فرحان الا جاي يصيد، كيولي غير كيهضر ما تتحبسو حتى شي حاجه. حتى الدري صاحبي سولني قال لي مال الوالد ديالك صاحبي مالو، ما كيبان لي ما مرتاحش. رديت عليه قلت له والله اخويا ما عرفت انا راه بحالي بحالك، راه اول مره غنطلع معاه لشي رحله ديال الصيد وغنشوفو في هاد الحاله. المهم درنا للوالد خاطرو وخرجنا وبدينا كننزلو في داكشي ديال الصيد، وجدنا الصنارات وجدنا الطعم. والوالد هو وصاحبو مشاو كيرميو الفتات ديال داك الطعم اللي وجدنا باش يجمع ليهم الحوت، كيرميو في ديك الكوان فين بغينا نصيدو. هاد القضيه غيفهموني فيها غير الناس اللي كيصيدو. واحد اللحظه غيلوحو واحد الشبكه وغادي يكروشيوها مع واحد الحجره، من بعد شي زوج دقائق تقريبا غيطلعوا ديك الشبكه وغيطلعوا فيها واحد زوج ديال الحوتات كبار. هنا الوالد حسيت به بلي تطلق شويه حيتاش تسفال بهاد زوج حوتات. هنا ردوا ديك الشبكه ولاحوها عاوتاني وبداو كيساينوا الحوت يدخلها. هاد الشبكه هادي كانت مصاوبه بواحد السيستيم في شكال، الحوت الا دخلت لها ما كتقدرش تخرج. مازال كيدخل الحوت كيبغي يقصي داك الطعم اللي كاين فيها، وملي كيبغي يخرج ما كيلقاش منين يخرج. هاد البحيره الخوت اللي كنا جينا باش نصيدو فيها كانت غير صغيره، ما كانتش كبيره بزاف، كانت بحيره كبال البحر او لا البحر دار هاد البحيره، المهم شي حاجه فحال ما هكا حيتاش كان حداها البحر، ولكن الماء تجمع في هاد الكوان. يلا بديت كان بريباري في الصناره ديالي، واحد اللحظه بديت كنضرب على ديك البحيره كنشوف شي حاجه طالعه فوق الماء. ويلي شنو هاد العجبه هذا؟ بديت كنحقق مزيان، لاحظت بلي بزاف ديال الحوت ميت، حوت ميت طلعوا الماء. عرفتي بديت كنشوف بدا كيبان لي الحوت غادي وكيتزنطر، كتلقى اربعه خمسه ديال الحوتات هنا، ثلاثه لهي، جوج لهي، اربعه لهي. ويلي شنو هاد العجبه هذا؟ بدينا غير كنشوفو انا وصاحبي، قلت له واش شتي داكشي اللي كنشوف؟ قال لي ويه يا صاحبي ما عرفتش شنو وقع للحوت. انا وياه كنا بحال الا تقول لي زاماتور، باقيين غير هاويين في هاد الشيء، ماشي بحال الوالد وصاحبه. شحال من مره مشيت نصيد مع الوالد ولكن ماشي بروفيسيونيل. مشيت نسول الوالد اللي كان مشى هو وصاحبه باش يطلعوا ديك الشبكه اللي ديجا رامين في ديك البحيره. الوالد بدا كيجبد داك الحبل هو وصاحبه، ديك الشبكه ملي بدات كتخرج من الماء لاحظت بلي فيها شي حاجه كبيره، شي حاجه كانت شاده كامله. هادشي ما كانش كيبان لينا مزيان، ولكن ملي بدا الوالد وصاحبه كيقربوا لديك الشبكه اللي عندهم بدات كتوضح لينا الصوره. هاد العيبه اللي كاينه في هاد الشبكه دايره بحال شي كومه سوداء، بحال شي ميكاك حلا ولا شي حاجه بحال ما هكا، بحال شي خنيشه، ولكن كانت شاده كامل ديك الشبيكه. هاد الشبكه هادي فيها واحد السنيسله من الوسط كتحلها باش تفتح ليك على زوج. ملي الوالد وصاحبه وصلوا ديك الشبكه لعندهم، تحنا الوالد وحل ديك السنسله باش يجبد ديك الكومه اللي فيها لداخل. ملي جبد الوالد داكشي قال لصاحبه هذا هو سعدنا، سعدنا في الزبل. هنا الوالد تعصب وهز ديك الكومه ولاحها ردها للما. بقيت تابعها بعينيا حتى نزلات. هنا سولت الوالد وقلت له اشنو داكشي يا الوالد؟ وعلاش البحيره دايره هكا؟ علاش الحوت فيها ميت؟ الوالد شاف فيا واحد الشوفه غريبه وما ردش عليا. هز الكرسي ديالو مشارجع لجهه الطوموبيل.
صراحة التصرفات ديال الوالد اليوم في شكال. الوالد من اللي جايين في الطريق وهو عقد الغباشة ما كيضحكش كيف عادته. صاحب الوالد كان واقف حدايا، قلت له عمي مال الوالد شتكم اليوم ماشي هما هادوك؟ توا غادي يشوف فيها واحد الشوفة ما هي، شو هز الكرسي ديالو مشارجع لجهة الطوموبيل. قلت له مع راسي سعدي فيكم اليوم. بقيت واقف مع صاحبي وبدينا كنشوفو في بعضياتنا. الدري صاحبي كانت تشدها الضحكة مع الخلعة. احنا ما كناش مخلوعين، ولكن كنا كنستغربوا على التصرفات اللي داير دابا الوالد هو وعشيرو. استغربنا حتى على الحوت اللي ميت، وعلى ديك الكومه الكحله اللي ردها الوالد للبحيره، حيت الوالد ما حاولش حتى يقلبها شنو فيها. وكنا عينا ما نسولو، ولكن تحد فيهم ما بغى يجاوب، بحال الا تقول مخبعين علينا شي حاجه. واحد اللحظه بداو كيجمعوا الحوايج، ما دازت حتى نصها حتى لقينا راسنا وسط الطوموبيل وراجعين في حالاتنا. وصلت للدار حتى انا وضربتها بسقله وما فاهمش شنو واقع. حتى الحوت اللي موالفين كنجيبو ما جبناه شي، حتى دوك زوج حوتات اللي طلعت لهم الشبكه في الاول رماوهم. الوالده حتى هي بدات كتسولني مالكم ما جبتوش الحوت ومالكم رجعتو دغيا؟ صراحه تعصبت وقلت لها ما عرفتش انا، سولي راجلك. صراحه ضرني راسي وبغيت نعرف اشنو كاين، ولكن الوالد الله يهديه حتى هو عييت ما نسولوه هو متمر. حتى الدري صاحبي غير وصلت للدار بدا كيصوني ليا تيقول لي عم دراش قال لك الوالد مالهم، وانا ما كان عندي جواب لراسي عاد باش نجاوبه هو. انا براسي بغيت نعرف شنو كاين. قلت له والله صديقي ما عندي ما نخبي عليك، راه بحالي فحالك. داز داك النهار الخوت وصل لغد ليه، والصراحه الفضول ديالي بغى يقتلني. باقي ما بغاتش تصرط لي الليله د البارح. هنا قلت غنمشي ديريكت نقصد الوالد ولي ليها ليها. مشيت عندو قلت له الوالد قول لي شنو كاين، علاش البارح تصرفتو بحال ما هكاك، وعلاش رجعتو دغيا؟ انت راك ربيتيني على الصراحه وربيتيني بلي حتى حاجه ما كتخبى بيناتنا، قول لي شنو كاين الوالد. الوالد عرفني بلي شابو، عرفني بلي راسي قاصح، الشي اللي خلاه يقول لي شتي ما دير يلا نتقهوى وانا وياك ونعاود لك شنو كاين. الصراحه شوكاني ملي قال لي هذا الشيء، حيت عرفتو بلي شي حاجه كاينه، خصوصا ملي ما بغاش يهضر في السيجي في الدار. كانت منعاتو الا كان بغى يهضر في شي موضوع معايا، ما بغاش الوالده تعرف. كيجرني للقهوة. وصلنا للقهوة تحطينا فوق الكراسة وبدا كيعاود لي. أول جملة غيستفتح لي بها الكلام واللي غادي تصدمني بزاف هي أنه قال لي هادي واحد العامين تقريبا راه مشيت لذاك الكوان. قلت له وعلاش قلتي لي في الأول بلي راه أول مرة غنمشي لهاد البلاصة؟ قال لي سكت وما تقاطعنيش، أول مرة غنمشي لتما كانت هادي واحد العامين ولا عامين ونص تقريبا. قلت لي هي وشنو وقع؟ هنا الوالد غيبدا يخوي لي المزيوده وغيقول لي هادشي. هادي واحد العامين تقريبا مشيت لذاك الكوان مع واحد صاحبي اللي كان هو اللي بروبوزاه علينا، ونهار غادي نبغيو نمشيو غادي يمرض داك الصياد، الشي اللي خلانا نمشيو غير انا وعمك عزيز. ومشينا لنفس الفيلا اللي كنا مشينا ليها داك النهار. ديك الفيلا راه منيمتا وهي مهجوره، حتى الوقت مشينا في نفس الوقيته. دخلنا كيف ما دخلنا ديك النهار وبلاصينا الطوموبيل في الكوان اللي بلاصيناه حتى هو، وكانت الدنيا خاويه كيف ما لقيناها ديك المره. اللي بدا كيفجر الحال وبدا نور الشمس كيبان قلنا راه نخرجوا نبداو نصيدوا، وفعلا داكشي اللي كان. هزينا صناراتنا ودرنا لهم الطعم ورميناهم في الماء باش نتفالوا. الصراحه كانت ديك البحيره عامره بالحوت، وديك البحيره بالضبط كانت اكثر بحيره طلعنا منها الغنيمه. لكن واحد اللحظه حنا جالسين كنصيدوا اجي عندنا واحد خونا كان الشكل ديالو غريب شويه، اللبس ديالو كان مدربل، كان لابس داكشي ثقيل وغليظ، وحنا كنا في الصيف. وايما خونا هذا جا وقف علينا من اللور، ملي درت انا تلفت فيه قال لي عافاك انا بغيت واحد الحوته. هزيت واحد الحوته من القفيفه وعطيتها له. ملي شدها بدا كيشوف فيها هو يديماري، دازت واحد ثلاث اقسام ما كان هي هو يرجع عندنا تاني. طلب مني عاوتاني نفس الطلب، قال لي اعطيني حوته. عمك اللي كان معايا عطاه حوته. ملي شدها قال له اشنو بغيتي شي حاجه اخرى تاني؟ هذاك خونا ما ردش عليه وديماره في حالاته. دازت عاوتاني واحد القسمين هو يبان عندنا تاني، قال لينا عاوتاني نفس الجمله انا بغيت حوته. هنا نطعتو قلت له واش انت مريض ولا مالك؟ الله سير في حالك، سير بغيتي الحوت سير صيدو. خونا ملي قلت ليه هاد الكلام بدا كيقرب لجهتي، ما بقاتش بيني وبينه الا شي 50 سنتيم تقريبا. هنا غيلاغيني بواحد الصوت اللي كان خفيت وقال لي قلت لك اعطيني حوته، نصحك تعطيها ليا وما تقوليش لا. انا بدات ما تيقولوش للناس لا، راه هاد البحيره فاش كتصيدو راه ديالي. هنا عمك بدا كيغمز ليا،
زعما راه خونا يقدر يكون فيو. هنا هزيت واحد الحوتة وعطيتها له ضمارة. هاد المرة هادي مشى ما عاودش رجع. بقينا جالسين وشاد ديال الغانة وعمك كنصيدو في الحوت. شدينا الغا حتى فهاد السيد هذا اللي يلاه مشى. باينه مسكين راه صايط ليه البرد في الغلوغ. دازت واحد الساعة ولا ساعة ونص وبدينا كنشوفو في البحيرة. البحيرة بدات كتنشف. اللي كنقول كتنشف يعني الحوت ما بقاش وليتي كتلوح السنارة ما بقيتي كتطلع والو. بحال الا تقول الحوت هرب. وهذا الشيء عادي. بعض المرات راه الحوت كيعيق بالقلب وكيهرب. ولكن اللي ماشي عادي هو ان الصنارة ما بقاتش كتطلع الحوت ولات كتطلع لينا الزغب. اه الشعر اخوتي الشعر كحل بحال الا تقول ديال شي مرا ولا شي حاجه فحال ما هكا. في المره الاولى جاتنا عادي كما شي خمله ديال الشعر كاينه لتحت ولا شي حاجه كتطلع لينا الصنارة. داكشي كنبقاو نحيدوه منا كنحيدو داكشي اللي مخبل فيها. المره الثانيه وبدا كيطلع لينا الشعر كتير بحال ديك الكبه اللي بانت ليك البارح كحله اللي طلعت لينا الشبكه ورطيتها للماء. وراه بحال هكاك اللي شفنا داك الخرطي هزينا البارطاج ديالنا وجمعناه وقلت لعمك يلا نضيماريو في حالاتنا راه ما بقى ما يتصيد في هاد الكوان. ولكن ملي رجعنا للطوموبيل ما قدرتش نسوق والكارثه هي عمك ما كانش عدو بيرمي. ما عرفتش منين طاح عليا واحد العيا بحال الباطل شي اللي غادي يخلينا نمشيو لديك الفيلا الماجوره ونباتو فيها. طلعنا الباش ديال الطوموبيل وديناه وفرشناه في واحد البيت تما في ديك الفيلا تكينا باش نرتاحو. من بعد واحد ساعه داتني عيني ولكن غضربني واحد الفيقه فقت مخلوع. فقت وكنقول شي حاجه ما هياش. زيد عليها الراس ضرني بواحد الطريقه في شكل واحد الصداع شديد كان ليا في الغلوغي. بديت عاود تاني كنتقلب لعل وعسى يديني الناس. واحد اللحظه ما عرفتش هاد اللحظه هادي واش بصح ولا كنت كنحلم. لقيت راسي مدابز مع داك الغطا ديال داك الباش ديال الطوموبيل. انا كنشد وهو كيشد. شي حاجه كانت كتحاول تجبدو ليا من تحتي. كنوض ما كنلقى والو. عمك كان ناعس. كنعاود نتكا كنلقى شي حاجه كتجبدو لي عاوتاني من تحتي. كنوض عاوتاني داكشي كيغبر. بدات هاد لوبيراسيون كتعاود مره وزوج وثلاثه وصافي طار عليا الناعس. يلا كتبغي تديني عيني كيتجبد عليا الفراش. هنا قلت صافي غنوض كاع ونبقى جالس. جمعت داك الباش من جهتي وبديت كنفيق في عمك. هنا غنضرب على شي حاجه كحله كانت محطوطه ليه فوق صدره. اللي بديت كندقق اشنو هاد العجب هذا بانت لي بحال الا تقول شي حاجه بحال شي مونيكا شي حاجه عندها لي دين ورجلين بحالنا وصغيره ومحطوطه ليه على صدره. واحد اللحظه غيغبر داكشي جيت نمش غبر. هنا بديت كنفيقو بالجد ناضم فزوع وقال لي ياك لاباس شنو كاين. قلت له واش ما كنتيش حاس بداكشي اللي كان فوق صدرك. قال لي علاش شنو كان فوق صدري. قلت له اصاحبي شي حاجه كانت كحله عندها لي دين ورجلين بحالنا تقريبا بحال الا تقول شي مونيكا كانت محطوطه ليك فوق صدرك. ناض يضحك قال لي ياك ما ضربك حمار الليل. قلت له حمار الليل هو اللي غيضربنا الا بقينا في هاد الكوان. نوض نتقعدو نمشيو في حالاتنا نوض. قال لي عافاك خليني نزيد غير واحد 10 دقائق. قلت له المهم انا 10 دقائق راه نكون شديت في هاد الطريق على مولانا. انا مشيت هنا غادي يجمع الوقفه وغادي يتبعني وشدينا الطريق. قبل ما نخرج للطريق الرئيسيه وبسبب الصداع اللي كان في راسي غادي ندخل في واحد الطوموبيل حتى هي كانت بغات تخرج للطريق الرئيسيه. الضربه اللي عندي في الطوموبيل دابا راه من داك المره من الكسيده اللي درت مع ديك الطوموبيل اللي كانت هي بغات تخرج للطريق. وراه من تما ما بقيتش زرت مازال داك الكوان حتى البارح فاش مشينا. والله ولدي الا كنت عارف واش غادي توقع شي حاجه البارح داكشي علاش قلت لنضيماري وما حد مازال ما وقع والو. وراه الدليل هي ديك الكومه اللي جبدنا كحله. وراه غا عمك اللي مبزز عليا كل مره يقول لي يلاه نمشيو يلا راه الناس كيمشيو كيجيبوا حوت مزيان من داك الكوان. قلت له نسولك الوالد شكون في نظرك غيكون داك الراجل اللي كان كيجي عندكم كيطلب منكم حوته. هنا غيرد عليا الوالد وغيقول لي بزاف اولدي ديال الكلام تقال على ديك البلاصه من الصياد. ولكن الكلام اللي شايع عليها بزاف هو انه شي نهار كان شي واحد دا بنتو باش يعلمها الصيد في ديك البحيره. كيقولوا الناس باللي هذاك خونا اللي مشى مع بنتو وصلت وقت الصلاه ومشى يصلي ورا ديك الفيلا وخلى بنتو جالسه في الطوموبيل. البنت ملي تطلع عليها باها نزلت من الطوموبيل باش تستكشف المكان بقات غاديه حتى طاحت في ديك البحيره. كيقولوا الناس باللي البنت حاولت تعتق راسها ولكن ما كانتش كتعرف تعوم. البنت غرقات قدام ولا ما انا امانته باها ملي جا تبعها باش يعتقها ولكن ما قدرش جاب معاه بنتو حيه ردها معاه في صندوق. الناس كتقول باللي هاد الراجل هذا بدا كيرجع لذاك الكوان بزاف كان كيجي وكيجلس. الصياده اللي كانوا كيكونوا تم
هو تما كيشوفوه كيجي ويمشي ديما. سولوه علاش كتجي نتا لهنايا، كتجي ما كتجي معاك صناره ما كتصيد هنا؟ غايجاوبهم وغايقول لهم انا كنجي لهنا باش نشوف بنتي، هاد الكوان هذا هو اللي كتهضر معايا منه، راه ما كانتش كتجي عندي غير بوحدها، كانت كتطلع لي من البحيره وكتطلع معها ناس اخرين انا كاع ما كنعرفهم، وانا راه كنرتاح في هاد الكوان هذا ما نكذبش عليكم. حتى دوك الناس اللي كيهضروا معايا اللي كيجيو مع بنتي ضراف، واحد المره شي صياد من دوك الصياده جاو لقى داك الكرسي اللي كيريح عليه هاد الراجل، ولكن داك الراجل ما لقاش كيف العاده. داك الصياد قال للناس باللي بديت كنقلب عليه يقدر يبان ليا زعما مشى غيدير شي لعيبه ولا شي حاجه بحال ما هكا، ولكن ما كاينش الكرسي ديالو كاين هو. لا هنا بديت كنصيد، ولكن داك النهار كامل ما بانش داك الراجل، صراحه تشوشت عليه حيتاش ولفناه، ولكن قلت يقدر يكون ما جاش هاد النهار اولا بحال والو، يقدر يكون تلاح في البحيره وغرق ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين اولدي، هذه هي الحكايه ديال ديك البحيره المشؤومه. صراحه الوالد ديالي عمرو هضر معايا سيريوز بحال هكا، الوالد انا وياه كنا كيف الصحاب موالفين التقشاب، ولكن اليوم هضر معايا سيريوز. وحتى داكشي اللي شفنا في ديك الليله المشؤومه فاش مشينا لتما، ملي شفنا الحوت ميت وطلع فوق الماء، زيد عليها ديك الكبه الكحله اللي طلعت الشبكه، صراحه داكشي ماشي عادي وبقى ضارني في راسي الى يومنا هذا. ولكن هاد الحكايات ديال بحال هاد الكوانات هادو، خصوصا البحوره، البحوره بزاف يقدر يبان لك البحر ويبان لك امن، ولكن راه فيه حكايات في شكال بحال هاد الحكايه اللي غنعاود لكم دابا، واللي عاودها ليا صاحبي هشام ملي فتحته في الموضوع وقلت له اش وقع ليا في ديك البحيره، اش وقع واش وقع. قال لي واجي اجي اجي تسمع وغادي تنسى شنو وقع. نسمع شنو وقع ليا انا. هادي واحد 6 شهور مشيت لواحد البحر ما كاينلاش نذكر لكم سميتو، ديت مالي الدار مبرسطيني يلاه بغينا نتبحروا ما تبغينا نتبحروا، قلت راه نديهم ماشي مشكل. المهم اقرب بحر لينا كان هو داك البحر، هو الصراحه بحر ما كيجيوش له بزاف ديال الناس، بحر ديال العائلات، واخا ما بقاش جد بابا الكلب حتى شي بحر دابا ديال العائلات، حتى تكون مريح انت وعائلتك حتى تدوز شي وحده مقزبه، لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي وبيني وبينك هما اللي اقترحوا عليا داك البحر، ما انا اصلا كاع ما نكذبش عليك انا كنهارب لي خاطري منه، خصوصا ملي كنسمع الهضره اللي كتقال عليه. درت لهم خاطرهم وديتهم، كنت معروف انا هو العوام ديال لافامي. صراحه العومان تعلمت له في الواد، صرنا كنا كنمشيو للواد ونعومو في واحد المرجه ديال واد الحار. المهم ديت مالي نطار داك النهار، وصلنا لذاك البحر بان لي عادي، واخا كاع ديك قوه القيل والقال اللي كتقال عليه، كيقولوا باللي كيغرقوا فيه بزاف الناس، ولكن كيبان كالم. يعني مجرد ما كتوصل لهاد البحر هذا كتنسى كاع داك الشيء اللي كتقال عليه وكتخلو تعوم عادي، ما حيتاش كيبان لك داير كي بحال الزربيه، حتى الماج ما فيهش. انستالينا بلاصتنا، انستالينا معنا الربيج ديالنا. راكم عارفين الا مشيتي مع مالي الدار البانيو فاش كتعطي للحمام يشربوا راه كتجيبو امك معاها. بدينا كندخلو نعومو ونخرجو، راكم عارفين، راكم عارفين الواحد الا مشى يتبحر كيمشي يدخل يعوم حتى كيعيا يخرج عاود تاني يتبرونزا شويه. ضلينا تما هكاك النهار كامل، حتى بدات العشيه كتعاشى، المغرب قرب يأذن، البرد بدا كيتحرك، وقت العومان سالات الخوت، بنادم بدا كيديماري. بدينا كنجمعو البارطاج ديالنا الخوت، واحد اللحظه بدينا كنسمعو الغوات، الغوات ديال شي مرا. بديت كنقلب منين جاي هاد الغوات، بانت لي واحد السيده كانت بعيده علينا، باراسول ديالها كان بعيد علينا بشي 4 ديال الباراسولات تقريبا. السيده كانت كتغوت وكتشوف في البحر، ملي ضربت انا نشوف في البحر لقيت واحد خونا كاين لداخل شويه. المهم كيبان لينا كيشير بيديه وكيغوت، خونا باينه فيه باللي راه كيغرق. ما حسيتش براسي حتى نصلت التيشيرت ومشيت كنجري داخل العدو، واخا الدنيا بدات كتظلم خونا ضربت عليه وباقي كيبان ليا. بديت كندرع على الخوت بكاع داكشي اللي عطاني ربي من انرجي، كندرع وكنضرب بالجهد باش نوصل ليه، ولكن هنا الخوت بديت كنحس بواحد الحاجه اللي كانت غريبه، لما بحال الا تقول ولا بحال ديال لابيسين ولا تقيل. راكم عارفين الفرق بين لابيسين والبحر، البحر كيكون فيه الملحه داكشي علاش كيكون الماء ديالو خفيف، اما الماء الحلو اللي هو د لابيسين كيكون ثقيل. كنحس بالماء دابا ثقيل ثقيل بزاف، كتضرب حتى كتعيا وكتلقى راسك ما غاديش لديك البلاصه اللي انت باغي تمشي لها. الصراحه انا عمرني تخلعت ولا خفت من الماء، ولكن هاد المره خلعتني هاد الوضعيه اللي انا فيها دابا. بديت الخوت كنتجر، ملي بغيت نوقف لقيت الرمله اللي من تحتي بدات كتسحب لي من تحت رجليا. الجراد يا معلم،
هنا قلت ليلي هاليها، مشيت مع الطيار ما بغيتش نعكسو، بديت كنعوم حتى دخلت للفندق، بديت كنضرب وغادي لجهته، ولكن أدخونا هذا قد ما كنقرب انا هو كيبعد، انا كنتجر في بلاصه وهو كيتجر لبلاصه اخرى. الصراحه بديت كنضرب بزاف وتعيت وفقدت الامل انني غادي نوصل ليه. الكور ديالي عيا، دراني ما بقيتش قادر نحركهم، وفي موقف بحال هذا الا عيتي اغلبيه الخبراء ديال العومان كينصحوك باش تطلق راسك فوق الماء، ترخي راسك ودير عومه الميت، ولكن الا درت هاد العومه دابا فراه غادي يجرني البحر، غايزيد يفونديني. بديت كنسمع الناس كتغوت على برا، صوتهم كنت كنسمعو مزيان. خونا بديت كنضرب عليه، وللاسف بديت كنشوفو كيغرق. قام مسكين حتى عيا، وبدال ما كيفوندي بدال ما كيهبطو ويطلعو، نزلو البحر وطلعو ثلاث مرات. المره الاولى شفتو، الثانيه شفتو، الثالثه ما بقاش بان له اثار. هنا بلا هوايه بديت كنغوط وسط الماء، كنغوت لشي حد يجي يعتقنا. واخا انا عارف ما كاينش اللي غادي يزعم، ولكن هاد التصرف كيكون لا ارادي الصراحه. وبديت كنحس براسي حتى انا راه غنغرق، حيتاش ما بقيتش عارف راسي حتى فين كاين، منين غنخرج وكيفاش غنخرج. بديت كنحس براسي تايه وسط الماء. واحد اللحظه تخيلت، ولا ما عرفتش واش دماغي ضحك عليا ولا ما عرفتش، والله ما عرفت، تخيلت بلي راني قربت للبلاصه فاش كان هو. لكن اللي ما كنتش عارف هو انني انا دابا في البلاصه اللي كان فيها بالضبط، وهو يعلم الله فين انتهى الماء. انا طاحت عليه الفكره ديال الغطس، قلت والله حتى نغطس ولي ليها ليا، جمعت السفل وانا نهبط. نزلت وحليت عينيا وكنحاول نشوف، واخا كانت الظلمه ولكن كنت كنحاول نشوف اي حاجه. صراحه بدا كيبان لي الحجر اللي كنت قريب منه، ولكن اللي جاني غريب هو انه هذا الحجر هادو من التحت بحال الا تقول فيهم بيوتا ديال الحجر، بحال شي مغارات. وهاد الجرة الخوت كانت جاية من هاد البيوت، طيار ديال الما كيجي وكيدخل لهم. تقاتلت حتى عيد باش نشوف هاد خونا ياك ما كاين هنا، ولكن ما بان لي والو. طلعت عاود تاني فوق الما وبديت كنغوت وكنحاول نرجع. صراحة تقاتلت بزاف، وكانت هادي اصعب مرة غادي نضرب هاد العومة، اصعب عومة غنعومها في حياتي هي هادي. واحد اللحظة هو يبان لي واحد مول الفلوكة جاي لجهتي. هاد خونا هذا كان غير صياد مسكين، كان دايز من ديك البلاصة حتى بداو كيشيروا له الناس. مد ليا يديه وطلعني. الصراحة كون ما هو كون راضي نتبعت داك الدري، داك الدري مسكين اللي نداه البحر، ومن بعد يومين غادي تبان الجدة ديالو في واحد البحر آخر. من بعد غادي نقرا على دوك المغارات اللي قلت لكم تحت ليروش، تحت دوك الشروفة. قريت بلي هاد البيوت هادو بسببهم كيتكون واحد الطيار كيبقى يجبد العدوم، وهاد البحر هذا بالضبط شحال من واحد تسرط بسبب هاد الغيران. بنادم هنا ما كيعرفش بلي راه كيغرق، كيبقى يعوم حتى كيلقى راسو دخل، وملي كيدخل كيصعب عليه الرجوع. قريت على هاد الغيران بزاف ديال المواضيع، والكارثة هو انه هاد البحر الى يومنا هذا مازال ما تمنعش فيه العومان، وباقي كيحصد في الارواح. هاد البحر هذا اللي سميتو شاطئ الناخيل. الخوت هاد البحر كاين في مصر، واللي كان تابع للمحافظة الاسكندرية. القصة الخوت كانت فيها، كانوا فيها زوج قصات. القصة الاولى لها معنى والثانية لها مغزى. المعنى من القصة الاولى هو انك ما تبقاش غادي ومدرم فيما قالوا لك يلاه تمشي، كما وقع لدوك الناس اللي مشاو لديك البحيرة. الحمد لله خرجت لهم العواقب سالمة، ولكن كانت تقدر توقع شي حاجة كون ما تداركوش الموقف. اما القصة الثانية فراه المغزى ديالها باين. ردوا بالكم على الخوت، راه الصيف هذا وعمرك تقول انا عوام، كما قالوا الناس الوالا راه البحر كيدي غير العوامة. فهذا ما كان اخوتي، ترند ديال هاد القصة كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. تا القصة الماجية ان شاء الله. هذا ما كان العشران، تهلاو.